أخبار اليوم. محاسب على الأداء بس. أهلا بحضرتك أستاذ علي. حضرتك اللي بتشوفه من الإعلاميين دلوقتي أو من الإعلام عامة، شايف إن هو إعلام هادف ولا لا؟ شوف، ما فيش، ده أسوأ عصور الإعلام. المنابر الإعلامية سواء الإعلام أو الخاص، خصوصا الإعلام الخاص، تحول إلى منابر للشتيمة وتصفية الحسابات والألفاظ البذيئة، وده اللي احنا بنشوفه، وده اللي خلانا يعني نسبة المشاهدة بقت قليلة جدا جدا جدا. بنشوف تصفية حسابات ومباريات وألفاظ بتصل إلى حد السفالة والملاسنات الإعلامية وبتاع، حتى مش بس البرامج التوكشو السياسي، لا التوكشو الرياضي أصبح دلوقتي أسوأ من الإعلام السياسي كمان. اللي بيقدموه دلوقتي هل هو إعلان هادف بيقدم للناس حاجة ولا لا؟ والله هو هناك خلل في منظومة إعلامية ككل دلوقتي، ولازم نعترف بهذه المعلومة. حتى الرئيس السيسي يعني يمكن ربما لمح في حاجات أخيرة إن فعلا هناك خلل، لابد من تصليح هذا الخلل. ليه؟ عايزين الإعلام مهنية، الإعلام يبقى بالتالي اللي احنا بنشوفه اليومين دول مش إعلام، احنا بنشوف أي حد بيطلع على الشاشة غير تخصص. يعني الإعلام حاليا أصبح مهنة ما ليس له. أبو كريم، حضرتك شايف الإعلام دلوقتي عامل إيه من وجهة نظرك كمشاهد؟ والله أنا كمشاهد وكمواطن عادي أنا بشوف الإعلام، إحنا ما بنقدرش نقول إن كل الإعلاميين فاسدين ولا كل الإعلاميين وحشين، في ده وفي ده، في كل المؤسسات بتاعت الدولة فيها الكويس وفيها الوحش، فبالتالي في إعلامين كويسة وفي إعلامين مش كويسين. الإعلام الخاص ده أصلا بيبقى أساسا تجاري، يعني الإعلام بيشتغلوا على أساس يباضي، يعني ما كانوش يشتغلوا مش يباضي، فبالتالي بيروجوا لمواضيعهم أكتر. يعني إحنا نفس كل اللي يهمنا أنا كمواطن عادي التلفزيون المصري. الإعلام دلوقتي أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، الإعلام قسمين، قسم إعلام خاص، ده الخاص باللي هو الناس اللي زي واللي زيك بيعمل قناة، وفي الإعلام الحكومي اللي هو خاص بالدولة زي التلفزيون المصري. الإعلام عامة بقى المصري ده انا مش عاجبني اداؤه، لان نفس الناس اللي قبل 25 يناير يعني بيستضيفهم ويفضلوا يخبطوا ويرزعوا وياخدوا على ما اظن بياخدوا بقى على الكلام اللي بياخدوه ده وينافقوا الكلام ده كله. ما ينفعش، احنا عاوزين حريه الاعلام. ازاي بقى؟ انك انت تجيب الطرف والطرف الاخر، المواجهه، مش مثلا يقول لك انا ما بشوفش كتير في الاعلام المصري بيطبل وخلاص لاي حد، بيطبل للدوله والموظفين ماشي، ما حاولش يشوف مشاكل الشعب اللي هي بتقبضه، اللي بيقبض ده من دم الشعب المصري، اللي ما حاولش يشوف مشاكله ويناقشها ويشوف الغلابه وينزل يقعد معاهم. لو واحد غلبان قال كلمه يروح قاطعها، واخد بالك؟ لا، طالما انا هتكلم في الصح وليها مشكله قولها بادب وباحترام، ويبقى فيه ميثاق اعلامي اللي هو ميثاق الشرف. يبقى انت راجل زي الدكتور ما بيحلف كده ان يعاهد ربنا ان يتقلف مهنته، ده يتقلف في اعلامه. واما بقى الاعلام الخاص طبعا زي ما انت عارف بقى بيخدم صاحبه، في حقائق ما بتجيش في التلفزيون المصري، لان زي ما احنا عارفين التلفزيون المصري ناس بتقبض، رحت ما رحتش ما زيتش انا ليا قبضي، خد بالك؟ انما دول كل ما بيزيد كفاءتهم بتعلى البندره بتاعتهم وبيقبضوا كويس فبيشجعوهم. ايه دور الاعلام؟ شايف ان الاعلام بيقدم حاجه للناس ولا ما بيقدمش حاجه؟ الاعلام على الوضع الحالي لا يمكن يعبر عن خيال وابداع وطن وشعب بأمانة ربنا. ليه؟ لأن إعلام التوك شو اللي شغال حاليا، اللي هو كل واحد فاتح نفسه بلكونة وبيتكلم فيها، الإعلام ده ما ينفعش ولا ينفذ غير في الدول اللي استقرت ديمقراطيا والدول اللي نجحت واقتصاديا، يعني بالبلدي بلاد تقدمت اقتصاديا ونجحت ديمقراطيا واستقر فيها الأمر، التوك شو يجود فيه وسهل انه يتعمل فيها ما يضرهاش. انما احنا اعلام التوك شو في ظل مجتمع بيبني نفسه ولسه فاير ولسه طالع من ثورتين، اعلام قد يصنع طائفيه، قد يصنع شلاليه، قد يصنع كل واحد بقى له بلكونه ببص فيها. فولذلك الصياغه الحاليه للاعلام عاوزه ناس كبار يتكلموا فيها، عاوزه اساتذه اعلام يقعدوا ويشوفوا التوك شو صالح لوطن بيتبنى من اول طوبه ولا مش صالح. دور الاعلام المفروض يعني توعيه الناس بالظروف اللي بتحصل، ده اللي هو المفروض اللي بنشوفه. رايي الشخصي اسوا اعلام في تاريخ البشريه.